أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في المرحلة الثانية لجائزة كتارا لتلاوة القرآن، والتي تزينت بشعار زين القرآن بأصواتكم. ما أجمل أن يعيش الإنسان مع القرآن وهو يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، ثم يتعلم كيف يقرأ هذا القرآن، ثم يسأل الله عز وجل التوفيق على أن يعمل بهذا القرآن وبما جاء فيه. مشاهدينا الكرام، أبتدي أولا باسمكم بالترحيب بلجنة التحكيم، أولا لجنة التجويد، فحياكم الله وأهلا ومرحبا. وأرحب أيضا بلجنة الأداء الصوتي، حياكم الله وأسعد الله يومكم بكل خير. مشاهدينا الكرام، ننطلق في رحلتنا القرآنية في هذه الحلقة مع القارئ الأول من مصر، محمد نيازي محمد عبد العزيز، حياك الله. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد نيازي، تفضل. نبدأ باختيار الموضوع الذي تقرأ منه، تفضل. قل بسم الله. بسم الله. من أين ستقرأ؟ الله. من سورة الإسراء رقم الآية 82، وننزل من القرآن ما هو شفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا.
إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صدق الله العظيم. محمد نيازي، شكرا لك على هذه التلاوة. كيف وجدت المقطع؟ الحمد لله. أسهل ولا أصعب؟ من الأول؟ من الأول. الأول كان باختياري يعني. نستمع للشيخ عبد الرشيد صوفي، ماذا تقول على قراءته؟ والله ماذا يقال من هؤلاء الصفوة المختارين يعني؟ الله يزيدهم ويبارك فيهم. الملاحظة التي تكررت مع الشيخ محمد هي زيادة حروف المد الطبيعية، ولعل المقطع ما كان فيه مد العارض للسكون اللي ينتهي بالسكون، فعوضها بزيادات يعني من عنده من جيبه. إلا قليلا سبيلا وكيلا. ها هذا عندنا شوية في التجويد يعني، ربما عند أهل الجماعات الآخرين ربما، لكن لا 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 صحيح صحيح أيضا صحيح. عارض السكون بيريح. وعلى كل حال هذا أيضا بإذن الله يعني هذا الوحيد الذي وجدته، ولكن قراءة جزاه الله جزاك الله. شكرا لك شيخ عبد الرشيد، زادك الله من هذا. محمد أمين مشالي، ما شاء الله، بارك الله يا أخي.
قراءة متوازنة، المواكبة مع الآيات كان بمستوى منشود، الاستهلال كان ممتازا للغاية، كان بطبقة صالحة للاستهلال. بياتي راست جارجا سيكا بياتي صبا كردي بياتي ما شاء الله كان ممتاز للغاية. عند أخ خطة يسير على خطة في المرحلة الأولى سابقا كان هكذا ما شاء الله بارك الله فيك، لكن أنا رأيت الخللين في 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 القفلات. صح. ما شاء الله النفس طويل ممتاز، بارك الله فيك يا أخي. شكرا لك سيد محمد. سلام عليكم. وشكرا للقارئ محمد نيازي، موفق إن شاء الله. أما الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى المتسابق الثاني معنا في هذه الحلقة، والقارئ محمد قطيب. حياك الله القارئ محمد، أهلا ومرحبا بك. بارك الله فيك. أهلا بمحمد قطيب من المغرب. بارك الله فيك. موفق. محمد قطيب، قبل أن تجلس نريدك أن تختار موطنا تقرأ منه. بسم الله. بسم الله. من سورة التقرأ، من سورة التوبة، من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، رقم الآية 28. موفق. سورة التوبة رقم الآية 28: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا المشركون نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خف تُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم. القارئ محمد قطيب من المغرب وركته، كيف وجدت القراءة؟ الحمد لله. كيف المقطع؟ بسيط؟ ماشي. ماشي. شيخ محمود العكاوي. شيخ محمود ماذا تقول؟ الشيخ محمد قطيب حينما يقرأ المتسابق المقطع الذي هو يريد يشبعه ويعطيه جمال ويعطيه قوة في الأداء، أما حينما يكون الاختيار في القرعة يتهيب المتسابق. واضح هناك في أدائه بعض يعني السقطات أو بعض الأمور التي ذهبت منه فيما يتعلق بالرواية، برواية ورش، زيادة في مد البدل، عدم الترقيق صاغرون. أما بالنسبة للأحكام فهو يشعر من نفسه، يعني حينما جاءه المقطع القرآني فجأة يريد أن يحضره. يعني لاحظنا أن النصارى رقق الراء، هي ليست محل الترقيق، الوجود بعدها
ساكن ومد الياء ومد الألف قليلا، وكذلك الابتداء والوقف، عليه أن يحرص على ذلك أكثر، وأن يكون المقطع الذي هو في ذهني ينزله على كل الآيات أو على كل المواضع. فتح الله لك. شكرا لك شيخ محمود العكاوي. ويقول سيد عاصم البني على أدائه. شيخ محمد، يعني بغض ما شاء الله عليك، يعني بغض النظر عن الأخطاء اللي سويتك كحفظ، يعني هاي نحن مو مسابقة حفظ، امتعتنا في المقامات مع أنك مقطع جديد عليك ومقطع صعب فعلا، هذا شيء يذكر لك يعني. بس عندك كان شوية مشاكل في الجواب فقط، قرارك خطير، وسطك جميل، المقامات لدرجة أن بس سمعت كم شغلة خلاص حطيت لك درجة عام، يعني الدرجة التامة في المقامات دون ما تكمل قراءتك خلاص، لأنه عملت بعض لعبات معينة تظهر إمكانيتك وتظهر جمال صوتك. اللهم أعزك بالقرآن إن شاء الله يا رب. أمين. جزاك الله الله عليك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا للقارئ محمد، بارك الله فيك. أما الآن مشاهدينا الكرام، ننتقل من المغرب إلى غينيا والقارئ محمود جيالو. مرحبا بالقارئ محمود، حياك الله، أمتعنا في الحلقة السابقة بقراءته، حياك الله، تفضل. محمود، نريد منك أن تختار الموضع الذي ستقرأ منه. بسم الله. ماذا سيخرج معك؟ من سورة الزخرف، الآية رقم 35، من قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن. سورة الزخرف رقم الآية 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدون عن السبيل وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. حَتَّى إِذَا وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون.
أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون آلهة يعبدون صدق الله العظيم. بارك الله فيك محمود جيالو، كيف المقطع معك؟ كان الله في عونك. نستمع للجنة التحكيم. حقيقة أنا أعلق، وإنما أرى أن من مميزات هذه المسابقة أنها سوف تربط كل من يريد المشاركة فيها بالقرآن. جميل. حقيقة، لأن الموضوع الاختيار الموضع اللي يقرأ فيه مفاجأة كده موضوع صعب، وهيجعل كل من يفكر في المشاركة أن يكون له ورد مع القرآن وتعود أن يقرأ في أي مكان، حتى إذا ما فوجئ بهذا يجيد. صحيح. وده هذا شيء طيب ولا تعليق لي. بارك الله فيك. بارك الله فيك دكتور. شيخ بهلول أبو عرقوب. محمود جيالو. الله جيالو، ربي يفتح عليك. تتقن العربية؟ قليل. قطع الوزن الحرفي تقطيعا جميلا جدا جدا جدا. خطير خطير خطير. كانت تقطيعه الأدائي والتجويدي سلسا، كأنني إن لم أره كأنني أستمع إلى مدرسة الشيخ صديق بن شاوي، ما شاء الله، مدرسة الشيخ عبد الباسط مثلا، بين فتح الله عليك. أقول له عن الفصاحة، يقول لي أنه من قريش. ليس الله عليك. الله. بارك الله فيك. كيف فصاحته ما شاء الله. انتقالاتك سلسة في المقامات، قراءة سلسة، ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك يا محمد جيالو، موفق. أما الآن مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى المتسابق الرابع معنا في هذه الحلقة، أحمد جلال من الأردن. حياك الله القارئ أحمد، موفق. السلام عليكم. حييت. حياكم الله. اهلا. حياكم الله. كيف حالك؟ سلام. تفضل. تختار الموضوع الذي ستقرأ منه. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أي المواضع خرجت معك؟ سورة الرعد رقم الآية 8، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. موفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم. أحمد جلال عبد الله شكرا لك على هذه التلاوة متعك الله في هذا. كيف رأيت المقطع؟ الحمد لله جميل جميل طيب الحمد لله. كيف والاختيار من عندك هكذا فجأة؟ ما شاء الله كل القرآن خير الحمد لله كله خير بإذن الله. شيخ عبد الرشيد الصوفي وكله خير وكل حرف بعشر حسنات الله أكبر رفع في الدنيا والآخرة والله يضاعف لمن يشاء وفيها من الخير نرجو الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن يا رب. أخونا أحمد قراءته طيبة كما استمعنا إليه في المرة الأولى. طبعا في هذه التلاوة التي فيها التسابق وأيضا فيها إظهار يعني جمال الصوت يأتي بعض المرات شيء من يعني من الخلل في التجويد يعني منها زيادة في بعض المدود كان زاد في بعض المدود على قدرها ولما وقف على قوله تعالى يحفظونه من أمر الله كأنه ضاق عنده النفس فلم يصل إلى الهاء يعني الهاء ما كانت واضحة وهذا شيء بسيط جدا يعني في الغنن أيضا كان كما ذكر فضيلة الدكتور وباقي الأمور ما شاء الله طيبة فتح الله عليك شكرا لك شيخ عبد الرشيد. أستاذ محمد أمين مشالي ما شاء الله بارك الله يا أخي أحمد جلال منين أبدأ؟ ما شاء الله ممتاز قراءته طيبة وقدرته على الأداء في مقامات مختلفة كانت واضحة وجلية ومثلا أشار في الرست إلى سوزنك وهذا يدل على أن لديه خبرة عظيمة في المقامات لكن أنا رأيت هنا لاحظت في قراءتي الأخ وأدائه شيء خلل يعني تحبس الصوت يا شيخ في داخلي بعد الوسط هل عندك خنة عندك الحاجة في أنفك ولا ما في الحنجرة في عندك حاجة بأنفك لحمية أنفك ما في لحمية في لحمية في عنده لحمية ترى يتدخل الخيشوم في في الأداء وفي الصوت هناك مشكلة بارك الله فيك يا شكرا أحسنت. لك استاذ محمد امين لكن احسنت ما شاء الله قراءه بشكل اجمالي طيبة. كانت طيبه كانت طيبه شكرا لكم شكرا احمد جلال عبد الله وفق قارئنا من الاردن اما الان مشاهدينا الكرام ننتقل الى القارئ احمد حمدان بن شيخ من الجزائر فحياك الله القارئ احمد حياكم الله ما
من قبلك أحمد وأنت أحمد، وبإذن الله قراءتك تحمد بإذن الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. لو تختار لنا الموضوع الذي ستقرأ منه. بسم الله. استريح. ستقرأ بإذن الله من قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة، من سورة النساء رقم الآية 102. 102 من سورة النساء. قول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة. موفق. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما ننتم نعم. وعيد شيخ. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما و
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. صدق الله العظيم. شكرا للقارئ أحمد حمدان على هذه التلاوة، ونستمع للجنة التحكيم. شيخ محمود العكاوي، ماذا تقول؟ شيخ أحمد حمدان، يعني المقطع القرآني يفاجئ المتسابقين، يعني يتفاجئ المتسابق، يحدث عنده، يعني ارتج عليه في موضع بموضع، يعني يدخل الآية في آية أخرى، فهذا لابد أن ينتبه، وهذا له حيز من العلامة. أما بالنسبة لتلاوته، ما شاء الله تلاوة طيبة متقنة. احرص على الرواية التي أنت تقرأ بها من طريق الأصبهاني، من رواية الأصبهاني، احرص عليها وأتقنها جيدا، وانتبه. يعني أنا أعلم أنه عندك هناك مشكلة في حروف الصفير، اجتهد لكي يتمكن الحرف معك أكثر، خاصة الصاد والزاي. شكرا لك شيخ محمود العكاوي، بارك الله فيك. استدعى محمد عاصم، أذني تعقيبك. ما شاء الله أحمد، صوتك جدا حساس، وقدمت أحسن بكثير مما قدمت في السابق، يعني لاحظنا هذا الموضوع في أداء قرآني قوي جدا، واعتنيت بالتون، كان عندك التون جميل جدا، ما في عندك أخطاء تذكر في التون، وإحساسك عالي، بارك الله فيك يا رب، والله يوفقك. بارك الله فيك، شكرا لك شيخ. بارك الله فيك، وفقني إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، استمعنا لهؤلاء القراء الخمسة، واستمعنا أيضا لتعليقات مشايخنا التي كانت أخف من المرحلة الأولى، كانت هذه أخف بكثير. لكن قدر المسابقة أن يكون هناك متأهل واحد فقط في كل حلقة، نتعرف عليه بعد الفاصل، كونوا بالقرب. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من بعد الفاصل لنتعرف على من هو المتسابق والقارئ الذي سيتأهل معنا للحلقة الأخيرة. رأينا ما حصل في هذه الحلقة، وكيف قرأ قراؤنا فيها، وكيف علق مشايخنا الكرام وعلمونا بعض الأحكام وإن كانت خفيفة في هذه المرة. من يا ترى من هؤلاء الخمسة سيتأهل معنا؟ هل هو محمد نيازي من مصر؟ محمد قطيب من المغرب؟ محمود جيلو من غينيا؟ أحمد جلال عبد الله يحيى من الأردن؟ أحمد حمدان بن شيخ من الجزائر؟ هذه هي المرحلة التي هي المرحلة الثانية، هي مرحلة صعبة، لأن المقطع يأتيك من غير تدرب، وبين لنا مشايخنا الكرام كيف يمكن للإنسان أن يكون هذا القرآن سلساً عليه بكثرة القراءة وكثرة قراءة كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان له ورد يومي. المتأهل معنا والفائز في هذه الحلقة، والذي سيشاركنا بعون الله في الحلقة الأخيرة، القارئ
محمد نيازي من مصر. مبارك شيخ محمد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي وإياكم على خير، دمتم مع كتاب ربنا عز وجل، نراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.